فين نروحوا الفن واحد اخر هو فن الطبخ. سمعنا باللي تعرفي طيبي اكيد خاصه الاطباق التقليديه. اكيد كل الاطباق طبعا طبعا يعني. وربيت بنتي هي ثاني تعرف تطبخ، لانه احنا عندنا في الشرق المراه اللي ما تطبخش يعني ما تقدرش تسمي روحها امراه يعني، وهي اصلا نعرفوا باللي ايه احنا الطبخ هذا الشيء مفروغ منه يعني. بتبدا الطفله من عمرها 12 14 سيدنا تبارك باللي منال ما تعرف طيب والو تغير منها لا انت تغير منها برك. هذا انا نقول لك باللي الطبخ هذا شيء مفروغ منه. الكسره انا بديت راج دو 14 سنه كنت نعاون الوالده نتاعي في فتل الطعام يعني بربوشه كما نقولوا احنا. بون ما تبداش تفتلي، مي تبداي تحمصي ديريها تبرميها ومن بعد تفوريها تسقطيها. هذه ما كانش ما عندكش حق تهضري تقولي باللي انا ما نعرفش ولا ممنوع يعني. ممنوع. طيب على فكره انا كي جيت العاصمه تفاجات بصراحه يعني